كتضيع كره كترجع بسرعه. حسناوي حسناوي حافظ على الكره ديالو يلعب كره من الجهه اليسرى باشراك مارتين بينغوا. مارتين بينغوا مشات للجهه اليسرى دائما، هذه فرصه للكره اللي رفع الكره داخل منطقه الجزاء. هل بامكان ان تحضر من خلال هذه العمليه الهجوميه؟ كره ممتازه، فرصه 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 تصويبها من جديد، وهدف اول. هدف اول جميل، طريقه رائعه، طريقه جميله، تهيئ الكره باسلوب والفنيه كيجي هدف صراحه بطريقه جميله جميله وذكيه، وبالتالي هدف الاول في هذه اللحظات من جانب فريق المغرب التطواني. يعني نتابعوا الاعاده ديال الخلل الدفاعي، الخلل الدفاعي اللي حس بانه الهدف يعني قبل التسجيل ديالو. نشوفوا هنا حسناوي التمريره ديالو داخل منطقه الجزاء، محمد مكعازي صوب في الولا الاولى.